للأسف. واندفاع لجهاد عمر 3 سنوات فأكثر يجمع التنافس على مسافة 1650 متر في الشوط الخامس ومبلغ 52,000 ريال بمشاركة كل من ولد حسن العز العسام السهم الظافر خجل واصلة أشعل عسير مرمرة رياف سابر نعمة من الله ديز الرفاز تاج الرأس نور الزلفي الرحبية وطير الحجاز نور الزلفي بنص طول في المركز الأول في محاولات من ولد من الداخل مع الخيال عبد القاين نور الزلفي في المركز الأول الحاصلة على كأس إمارة منطقة مكة المكرمة في المركز الأول مع محاولات من ولد الآن الحصان الأحمر البالغ من العمر 4 سنوات يحمل 60 كيلوغرام لديه 4 انتصارات ومحاولات نور الزلفي الفرس الحمراء البالغ من عمر 9 سنوات تحمل 58 كيلوغرام لديها 5 انتصارات ومن هذا الموسم كأس إمارة منطقة مكة المكرمة والتحدي بين نور الزلفي وولد نور الزلفي وولد وحسن العز تحاول أيضا ومحاولات من بقية الجياد في الشوط الخامس على مسافة 1600 متر والتقدم لولد الآن للمركز الأول من الخارج تقدم ولد وتأخر نور الزلفي والمحاولات من بقية الجياد وولد في المركز الأول ولد في المركز الأول الشوط الخامس ولد يستحث عبد القايم في المركز الأول ومحاولات للدخول من الداخل الآن وولد في الخط والدخول على خط النهاية في المركز الأول. إذن مشاهدينا الكرام شوط قوي على الأمتار الأخيرة كان